أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في كتاب التذكرة عند نوع المسلسل. طيب، قال المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، يعني فيهم صفة يشترك فيها جميع الرواة، الشيخ وتلميذ والراوي عنه إلى آخره. والحقيقة يعني طبعا هذا النوع سهل، فلا نريد أن نطيل في الأشياء السهلة، يعني نريد أن نطيل شيئا ما في الأشياء التي تحتاج إلى إيضاح وضرب أمثلة. فتتابع رجال الإسناد على صفة مثلا كالمحمدين، يعني كل راوي اسمه محمد، شيخك اسمه محمد وشيخه اسمه محمد إلى آخره. لكن أنت إن لم يكن اسمك محمد سينقطع الإسناد عندك، صحيح؟ يعني أنت ممكن أن تقول أنا أروي بإسناد كله محمدون، لكن إن روى تلميذ عنك أنت وليس اسمك محمدا فسينقطع التسلسل، صح؟ وكذلك مثلا كالمصريين، الإسناد كله مصري، أنت إن دخلت مصر ممكن يقول وهو قد دخلها، لكن إن لم تكن دخلت مصر سينقاطع الإسناد. فهمت؟ أحيانا يكون مسلسلا بالمذهب الفقهي كله شوافع مثلا، فأنت إن لم يكن مذهبك مذهب الشافعي سينقاطع الإسناد عندك، صحيح؟ وهكذا. وقد يكون بالحالة، حالة الرواية، يعني كالمصافحة، كل شيخ يصافح تلميذ ويذكر له السند، أو تبسم، يتبسم في وجهه إني أحبك في الله يا معاذ إني أحبك، ويتبسم وهكذا، يكون مسلسلا بالتبسم، أو بتحريك الشفتين مثل حديث ابن عباس لما كان يروي عن معاناة النبي صلى الله عليه وسلم ووجود المشقة في تلقي الوحي، وأنه كان يخاف أن يتفلت منه ما تلقاه من جبريل، يعني جبريل الآن يلقي عليه القرآن فهو يخاف أن ينساه، لأنه يلقي عليه مرة واحدة ويمضي فيحرك لسانه كما نفعل نحن الآن نردد الآيات، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. فابن عباس كان يحرك شفتيه والراوي عنه يحرك، وهكذا. فهذا إن تسلسل يكون مسلسلا بهذه الحالة، هو تحريك الشفتين. ما الأهمية له؟ الأهمية له يعني لا يكون فيه تدليس، نحن نخاف دائما من التدليس، من وجود الانقطاع، لكن أحاديث المسلسل فلا يكون فيه انقطاع، صح؟ لأنك تقول صافحني شيخي أو تبسم في وجهي شيخي، فهمنا؟ فيكون فيه تصريح بالصيغة التي تدل على عدم التدليس، هذه هي الفائدة يعني. لكن يعني هو من لطائف العلم، يعني هو من لطائف الفن. وذلك يقول وقل فيه الصحيح، يعني الكلام هنا على التسلسل، يعني قد يكون السند صحيح لكن لو نظرنا إلى التسلسل لا يكون التسلسل صحيح، يكون يصل مثلا إلى سفيان بن عيينة، أو يكون مسلسلا في أوله ثم انقطع في آخره، وهكذا. يعني التسلسل شيء والإسناد شيء آخر، يعني ممكن يكون الإسناد صحيح لكن وجود التسلسل في الإسناد لا غير صحيح، فهمنا؟ يعني ممكن أن يكون الإسناد صحيح
طب هذا الإسناد فيه تسلسل، تبسم مثلا، صح؟ طيب هل التبسم موجود في كل طبقات الرواية، أو كان هناك انقطاع في التبسم فقط؟ في التبسم فقط، إن لم يكن التبسم في كل الطبقات سيكون الإسناد صحيحا، لكن التبسم التسلسل هو المنقطع، يكون التسلسل هو المنقطع وليس الإسناد. أيوة، تبسم، تبسم مثلا أو مصافحة أو تحريك الشفتين. لم يحرك، يعني مثلا أنا أروي، أيوة، يعني حديث ابن عباس مثلا حديث صحيح في تحريك الشفتين، لكن أنا مثلا لما حدثتك بهذا الحديث لم أحرك شفتي، فسنقطع، سنقطع إيه؟ التسلسل. لكن الإسناد صحيح هو في البخاري، عرفنا؟ يعني لابد أن نفرق يعني. وقال فيه الصحيح يعني مسألة إيه؟ التسلسل، يعني التسلسل في الغالب ينقطع إما في أول الإسناد وإما في آخر الإسناد وهكذا. لكن نأتي لموضوع بعد ذلك، هو طبعا المواضيع المهمة. وقال في الصحيح، يعني الصحيح في المسلسل أو صحيح يعني حكم الحديث؟ لا، في التسلسل. في التسلسل، ولذلك نقول لابد أن تفرق بين الإسناد وبين التسلسل. يعني ممكن نقول مثلا هذا التسلسل انقطع، أو هنا انقطع، لا، الكلام هنا على التسلسل وليس على الإسناد. إن هناك أحاديث في البخاري مثل حديث تحريك الشفتين الذي ذكرته لك، حديث تحريك الشفتين هذا في البخاري، ثم فيه أن ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا روى هذا الحديث، يبين لتابعي كيف كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم من تفلت القرآن، فيقول فكان يحرك شفتيه وهكذا، والتابعي لكن هل كل من رواه حرك شفتيه؟ لا، فهمنا؟ فتسلسل تحريك الشفتين ممكن يكون فيه انقطاع، لكن حديث ثابت في البخاري، عرفنا؟ يعني أحيانا يكون الكلام على التسلسل وليس على أصل الإسناد، على الصفة فقط. يعني هل شيخك تبسم في وجهك لما روى حديث معاذ مثلا؟ لم يتبسم، خلاص الإسناد صحيح ولكن انقطع التبسم هنا. ها؟ لا، لم تفهم؟ طيب، يعني نحن نقول هناك أحاديث مسلسلة وردت على صفة معينة أو حالة. طب خلينا في الصفة، يعني إسناد مثلا كوفي، يكون مثلا الصحابي مثلا مثل عبد الله بن مسعود كوفي، فيروي تابع من أهل الكوفة، وتابع التابع من أهل الكوفة، وتابع تابع من أهل الكوفة، فمثل هذا تقرأه مثلا في كلام النووي أو غيره، أو حتى في شرح الأحاديث يقول هم لطائف الإسناد أن هذا الإسناد كله كوفيون، صحيح؟ فلو أنت كوفي وسمعت هذا الإسناد سيظل الإسناد مسلسل بالكوفيين، صح؟ كل الإسناد كوفي ابتداء من الصحابة إلى شيخك. طب أنت دخلت الكوفة، ذهبت إلى الكوفة، طيب لو سمعت هذا الحديث المسلسل بالكوفيين سيكون، ستقول إسنادي كله كوفيون، لكن أنا الآن أريد أن أروي عنك الحديث، أنت ستكون شيخي في الحديث، هل أنت كوفي؟ طيب لو لما أروي أنا الحديث عنك انقطع التسلسل بكوفيين عندك، لكن هذا ممكن يكون دخل الكوفة، دخلت الكوفة أيضا؟ لم دخل الكوفة، عرفنا؟ فنقول هنا الإسناد التسلسل هو الذي انقطع، لكن ممكن يكون الإسناد صحيح على شرط شيخين في البخاري، فليس هناك تلازم بين هذا وذاك. ففي الغالب لا، مش علة، نحن نقول فقط التسلسل انقطع فقط، وذلك من لطائف الفن.
طيب والاعتبار هذا مهم، يعني لأنه يريد إيضاح، يحتاج إلى إيضاح. كذلك يعني والذي نستخدمه في التطبيق العملي، أقول الاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. يعني لو وجد عندنا إسناد يعني يغلب على الظن أن هذا الإسناد فيه تفرد، حديث ليس مشهورا لم نسمعه من قبل مثلا أو يوجد في الصحيحين، المهم يغلب على ظن المحدث أن هذا فيه تفرد على الأقل من هذا الراوي. هذا الراوي الذي يكون في طبقة من يجمع حديثهم، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أيوب، سفيان الثوري، مالك، من طبقة مثلا تابع التابعين أو من بعده كان يجمع حديثهم. وقلنا لماذا كان يجمع حديثهم؟ كان الطالب إذا أراد علم الحديث الآن هو في متاهة، في مفازة، في صحراء. أنت الآن إذا أردت أن تطلب الحديث الأمر سهل، تحفظ البخاري، تحفظ مسلم، تحفظ رياض الصالحين، تحفظ بلوغ المرام، تحفظ عمدة الأحكام، تعرف تمسك زمام الشيء وتسير به. تريد مثلا أحاديث الأحكام، احفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام وهكذا. لكن قبل تصنيف هذه الكتب ماذا أفعل أنا؟ يعني تنزل مثلا الكوفة فيها عشرات المحدثين تكتب الأحاديث، مبعثرة الأسانيد ومبعثرة المتون أيضا، فهمنا؟ وهكذا، ثم تنتقل إلى البصرة، تنتقل إلى مكة، تنتقل إلى مصر، هكذا أسانيد مبعثرة، حديث في الحلال، حديث في الحرام، حديث في فضائل الأعمال، حديث في الزهد، وهذا عن أبي هريرة، وهذا عن أبي ذر، وهذا عن عائشة، كيف تحفظ؟ فهمنا؟ فيبدأون به الذي عنده كثير من الشيوخ وكثير من المتون أيضا. طبعا الأمر يبدأ دائما بشيء بسيط بالأقل. فهناك مثلا في عصر إمام مالك لما كتب الموطأ صار هذا شيء يمكن أن نأخذ به، أن نبدأ به خاصة في أحاديث الأحكام، وهي أهم شيء طبعا في الحديث، أهم شيء أحاديث الأحكام. فيبدأون بالموطأ، فمثل الموطأ أو قبل تصنيف الموطأ كانوا يجمعون أحاديث من عليه المدار. كما قلنا سابقا أن تدخل سوبر ماركت بدل من أن تشتري من هنا خبز، من هذا المحل خبز وهذا جب وهذا أي شيء آخر، لا، تأتي إلى سوبر ماركت كبير تجد فيه معظم ما تريد، فهذا يوفر عليك. فكذلك هم كانوا يفعلون ذلك، يذهبون إلى محدث كالسوبر ماركت الكبير عنده معظم الأحاديث، ثم بعد ذلك ما فاتني أطلب من هنا أو هنا أو هنا، كل أمر قليلا، عرفنا؟ فلذلك هم يضربون مثلا بحمد بن سلمة كمثال. إذن أحيانا حماد بن سلمة يروي حديث يرويها غيره من المحدثين كثير، وأحيانا نراه ينفرد بإسناد. ودائما نقول الانفراد من أنواع الغريب، والغريب دائما يخشى منه المحدثون، صح؟ لأن الثقة يخطئ، فإذا أخطأت يتابعني غيري، صح؟ أو متابعة غيري لي تبين أني لم أخطئ. لكن إذا انفردت فهل أنا أخطأت أو لم أخطئ؟ لا أعلم، لا نستطيع أن نحكم، لكن بالمتابعة يتبين هل هناك شذوذ، هل هناك موافقة أو لا. فالآن الحديث إذا وجدناه عند من يجمع حديثه،
مثل مالك، مثل حماد بن سلمة إلى آخره، وغلب على ظن المحدث أو حتى لم يغلب، ممكن تفعل هذا الأمر مباشرة. يعني نريد أن نتأكد من تفرد حماد بن سلمة بالإسناد أو له متابع، ومن أين المتابعة؟ يعني أنت إذا نظرت في الكتاب تجد حماد بن سلمة يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ممكن نكتب الإسناد في مكانه، يعني أول هنا لأنه سيتكرر. إذن فمسألة الاعتبار، ما هي الاعتبار؟ يعني التفتيش، يعني الطريق الموصل للمتابعات والشواهد، الطريق الموصل للمتابعات والشواهد. يعني وأنا أبحث هو سيأتي من البيت. طيب نتكلم حتى يأتي بالثاني. يعني شيخ العفونا، يعني قال أن حماد، لأنه هنا حماد وشيخ البخاري وكثير ما تقول له أحاديث، صح؟ ولهذا يروى عنه واعتبر منها متابعا للاعتبار. لا، الاعتبار دي معناها هو الطريق التي نبحث بها. يعني إذا قمت أنت تبحث عن هذا الحديث له متابع أو لا، فهذا هو الاعتبار. يعني ما هو الاعتبار؟ ليس هو قسم، عندنا اعتبار ومتابعة وشاهد، صحيح؟ فهي ليست ثلاثة أحكام، ثلاثة أمور، هما أمران فقط، المتابعة والشاهد. تتبع الطرق للوصول، هل هذا الراوي له متابعات أو شواهد أو انفرادات، هذا الأمر هو الذي يطلق عليه الاعتبار. فهما أمران، فهمنا؟ متابعة للراوي أو شاهد كما سيأتي، متابعة أو شاهد. كيف أتعرف على أن هذه الرواية لها شواهد أو متابعات؟ أقوم وأبحث في الكتب، في الأسانيد. هذا حماد بن سلمة يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، يروي حديثا معينا، فأنا الآن أبحث هل تابعه أحد أم لا. أنظر في مسند أحمد، أنظر في الدارمي، أنظر في الأجزاء الحديثية. هذا الذي أقوم به يطلق عليه اعتبار. فالاعتبار هو التفتيش والبحث عن الطرق، عن الطرق التي يكون فيها اعتبار أو شواهد. عرفنا؟ بل عندي متابع أو متابعات وشواهد، وطريقة البحث في الكتب عن وجود المتابعات أو الشواهد، هذا ما يسمى بالاعتبار. هذا مهم لأنه يشكل، هذا المبحث
يشكل خاصة في مسألة الاعتبار، لأن يعني ظاهر الأمر أن هناك ثلاثة، ظاهر الأمر أن هناك ثلاثة، عرف المتابع، عرف الشاهد، طب عرف الاعتبار، طب ما هو الاعتبار؟ لا، ليس نوعا، إنما البحث والتنقيب في الكتب، هل يوجد متابعات أو شواهد لهذا الحديث الذي معي؟ هذا هو الاعتبار. واضح الكلام؟ هم دائما يعني في كتب الحديث يضربون أمثلة بهذا المثال. حماد بن سلمة، أنت تسمعون الصوت؟ الصوت واضح؟ واضح الصوت. حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فكل من يصنف الحديث يأتي بهذا المثال، وإذا أراد أن يضرب مثالا عمليا حقيقيا يأتي بغير هذا المثال. جيد. الآن يعني لو نظرنا إلى هنا، ترون ما على السبورة، هو حماد بن سلمة الآن يروي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فيقول وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه، يعني في الظن في أول الأمر، وإلا إن لم يتابع عليه فلا يوجد متابع، لكن بعد ذلك سنتبين أن هناك متابع. إذن لا يتابع عليه يعني في بدء الأمر في ظن الباحث، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني هل فينظر هل له متابع أو شاهد؟ فيقول متابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. تكتب المد بالأزرق أو هناك عندنا. نحن الآن عندنا إسناد، عندك إسناد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. الآن نحن قلنا أن الأسانيد كانت تأتينا من اشترى مصرى صوب الخير، الأسانيد كانت تأتينا مثل الهرم، صح؟ تكون هناك قلة ثم يزداد الأمر شيئا فشيئا، صحيح؟ فالآن إذا انفرد الراوي في هذه الطبقة، هنا يأتي السؤال، هنا كانت مجالس الحديث متسعة، صحيح؟ و المشايخ كان لهم طلاب كثيرون، فلماذا ينفرد حماد في هذا العصر المتأخر؟ هنا يأتي التخوف، يكون حدث له وهم، صحيح؟ طيب، فأنا أبحث الآن عن متابعات لهذا الإسناد، ولكن ينصب الاهتمام الأكبر بمتابعة حماد بن سلمة نفسه،
يعني قد أجد متابعة لأيوب، قد أجد متابعة لمحمد بن سيرين، لكن أنا الآن التتبع الأول هو لطبقة حماد بن سلمة. حماد بن سلمة يروي عن أيوب، طيب هل روى غير حماد بن سلمة عن أيوب نفس المتن ونفس السند أم لا؟ فهنا بحثنا وجدنا معمر وسفيان بن عيينة يروون أيضا عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال مرفوعا طبعا: من اشترى مصرى فهو بالخيار. أقول مصرى يعني البائع أحيانا يترك اللبن في ضرع البقرة أو ضرع النعجة ليوهم المشتري أنها تضر لبنا كثيرا، وهو أصلا لم يحلبها من 3 أيام مثلا، فهمنا؟ فهو هكذا يعني غش المشتري، فإذا وجد المشتري أنه قد غش فهو بالخيار ممكن يرد عليه البقرة أو الشاة وهكذا. هذا بالنسبة للمتن. لكن بالنسبة للإسناد قلنا حماد بن سلمة يروي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فوجدنا معمر وسفيان بن عيينة أيضا كل منهما يروي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوع الناس الحديث. طبعا لا يشترط أن يكون بنفس الألفاظ، لا يشترط أن يكون بنفس، إما يكون بنفس اللفظ أو قد تختل الكلمة فيها أو تروى بالمعنى وهكذا، لا بأس. يعني مثلا يقول من اشترى مصرى بالخيار، مثلا آخر يقول من اشترى محفلة، هو نفس المعنى وهكذا. يعني عرفنا يعني لا يشترط أن يكون نفس الإسناد نفس الكلمات كالقرآن يعني، لكن يكون نفس المعنى. فهذا مثال أن حماد بن سلمة حين روى عن أيوب لم ينفرد، وبالتالي نستطيع أن نقول هذا الحديث ثابت عن أيوب. لماذا؟ روى عنه 3 على الأقل، نحن معنا حماد ومعمر وسفيان بن عيينة، بهكذا تأكدنا أن هذا حماد لم يهم. لماذا؟ لأنه متابع صح؟ لم ينفرد بهذا الإسناد. في هذه الحالة في المصطلح إذا وجدنا متابعات لحماد بن سلمة نفسه يقولون عنه متابعة تامة، متابعة تامة. إذا المتابعة التامة هي متابعة غير حماد الذي عليه مدار الحديث والذي نبحث هل انفرد به أو لا. عرفنا؟ يعني إذا كان عندك إسناد مثلا يبدأ بسفيان الثوري، يبدأ بمالك، يبدأ بليث، فأول ما تبدأ على نفس الإسناد صحيح، لكن التركيز يكون هنا في هذه الطبقة هل توبع أو لا. فإذا توبع خلاص هي متابعة، لكن في المصطلح يقولون هي متابعة تامة، فنقول هذه متابعة تامة. أو على الأقل لو قال عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وله متابعة تامة عند الإمام أحمد، تعرف ما معنى المتابعة التامة، هو الآن لم يذكر. أنت عندك في الإسناد 1 2 3 4، الحافظ ابن حجر مثلا وهو يخرج الحديث في فتح الباري أو في تلخيص الحبير أو في أي كتاب له ذكر هذا الإسناد ثم قال لك وله متابعة تامة في المسند. عرفت الآن ما هي المتابعة التامة؟ ممكن تكون المتابعة في محمد بن سيرين؟ لا، سنأتي، نحن هنا في الدور الأول. لماذا لم يذكر البخاري؟ ما دخلنا بالبخاري، نحن لا نتقيد بالبخاري، الدرس مطلق. أريد أعرف كيف تكون متابعة. طيب أنا عندي هذا الإسناد يكون في أي كتاب، أي كتاب وجد، ترمذي، أبي داود، مسلم الإمام أحمد، داريمي، كتاب جزء حديثي لابن أبي الدنيا. انتظر. المتابعة تكون في المصنف وفي شيخ المصنف.
بس انتظر انت بس ما لا تستعجل، يعني انت انتظر واسترخى كده، ثم بعد ذلك سيأتي ما تريد ان شاء الله خطوة خطوة. احنا قلنا التركيز يكون في هذه الطبقة، لان هذه الطبقة هناك تساؤل لماذا تفرد حماد بن سلم، وقلنا الاسناد يصل الينا هرمية، صحيح؟ اذا هنا التركيز اكثر. لا يهمني هذا الإسناد موجود أين، في البخاري، في مسلم، في مسند، وأين أبحث عنه؟ أبحث عنه في كل الكتب، في كل الكتب بما فيها الكتاب نفسه. يعني هب أن هذا الإسناد في المسند، ممكن يكون المتابعة في المسند أيضا، نعم. هل تكون بعده مباشرة؟ لا، لا يشترط، ممكن يكون في مكان آخر بعد مثلا 20 حديثا يوجد هذه المتابعة. عرفنا؟ هذه المتابعات قد توجد في نفس الكتاب الذي أبحث فيه أنا، وقد إن كان مرتبا مثل السنن مثلا أحيانا يأتي به مباشرة، أحيانا يعني يأتي بهذا الحديث خلاص عن حماد إلى آخره، المتن من الشرع مصرة، والترمذي يفعل ذلك أو البخاري أحيانا اختصارا. اختصارا ماذا يقول؟ يعني بعد أن حدث بالسند والمتن يقول تابعه معمر وسفيان، يقول هكذا فقط، تبعه معمر وسفيان. تبعه من؟ تبحث أنت. يعني أحيانا يأتي بالسند إلى معمر، وأحيانا يأتي بالسند إلى سفيان، وأحيانا يقول هكذا فقط اختصارا تبعه معمر وسفيان. تبع من؟ أنت تنظر بقى معمر وسفيان في أي طبقة؟ هل في طبقة شيخ البخاري؟ هل هنا؟ هل هنا؟ هل هنا؟ هل هنا؟ فأنت معمر وسفيان بن عيينة عندك عنهما معلومات بسيطة حتى. يعني هل سفيان بن عيينة صحابي؟ صحابي؟ لا، إذا لا خلاص ليس في صحابي. لكن أنا يعني لست محدثا، فقد يكون هذا في طبقة ابن سيرين، قد يكون هنا، قد يكون هنا، قد يكون هنا. تنظر سفيان بن عيينة ومعمر يرويان عن من في هذا الإسناد؟ من شيوخ معمر ومن شيوخ سفيان بن عيينة من المذكورين هنا؟ لأن البخاري قال تابعه معمر وسفيان وسكت. عرفنا؟ أذهب أنا إلى ترجمة معمر وأنظر إلى شيوخ. عندي شيخ حماد على سبيل الاحتمال، أيوب على سبيل الاحتمال، محمد بن سيرين على سبيل الاحتمال، أبو هريرة على سبيل الاحتمال. أبو هريرة قلنا يعني أنا يعني لي باع في الحديث قليل فليس هو صحابي. طب خلاص أبحث هنا معمر، من من مشايخ معمر مذكور هنا في هذا الإسناد؟ حماد بن سلمة أو أيوب أو محمد بن سيرين وأوسج وسفيان بن عيينة كذلك، من شيخه هنا؟ سأجد معمر شيخه أيوب، يروي عن أيوب، سفيان بن عيينة يروي عن أيوب. إذا لما قال البخاري أو غيره تبعه معمر وسفيان عن، قد يقول معمر وسفيان يسكت، وهذا الذي يحوجني إلى العمل. أحيانا يخفف علي وسهل علي الطريق، يقول تابعه معمر وسفيان عن أيوب، فلو قال عن أيوب إذا هو متابع لحماد بن سلم، لكن أحيانا لا يذكر. ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ أذهب إلى كل واحد من المتابعين وأنظر في مشايخه في الترجمة، في ترجمة، أذهب إلى ترجمة معمر، من من مشايخ معمر اسمه حماد أو أيوب أو محمد بن سيرين؟ سأجد أيوب فقط، لا يروي عن محمد بن سيرين، لا يروي عن محمد بن سلم. خلاص؟ وسفيان بن عيينة كذلك. خلاص، إذن أنا عرفت أن هذه المتابعة من معمر وسفيان عن أيوب. وهذه فائدة، يعني كيف تفهم كلام المحدث؟ لأن هذه الصيغة يستخدمها البخاري، يستخدمها الترمذي، أحيانا يشير فقط تابعوا فلان، من فلان؟ تبع من؟ عرفنا طريقة البحث، أذهب إلى فلان هذا المتابع وأنظر إلى مشايخي من الموجود، من الموجودين عندي هنا في السند. واضح الكلام ولا صعب؟ أيوة نعم، هذا من الاعتبار. معمر الآن وسفيان بن عيينة
تابع حماد ابن سلمة، وهذا هو المطلوب، أن يكون لحماد ابن سلمة متابعون هنا. فإن وجدت حماد لم ينفرد، برئ من توم التفرد، صحيح؟ إذن هو متابع. هذه في المصطلح يقولون متابعة تامة. إذن ما هي المتابعة التامة؟ هي متابعة غير من عليه مدار، متابعة من أبحث عنه هل تبيع أو لا أو تفرد، خاصة في هذه الطبقات الدنيا. عرفنا؟ ولماذا؟ لأن قلنا التفرد هنا غير التفرد هنا. التفرد هنا كان هذا هو الأصل، أن ينفرد عن أبي هريرة تابعي، يروي عن تابعيان، لكن هنا كان المفروض كثير كثير جدا. عرفنا؟ يبقى هذه متابعة تامة، لابد من اتفاق من معمر سفيان عن الإسناد كما هو. أيوب يكون هو أيوب، ومحمد بن سيرين لابد أن يكون هو شيخ أيوب، وأبو هريرة أيضا لابد أن يكون هو الصحابي. لو تغير الصحابي ليس بمتابعة. فهمنا؟ سيكون آخر. افرض الحديث عن صحابي آخر، لا هذا يكون شاهد، سيأتي سيأتي. نحن فقط نأخذ خطوة خطوة، المهم أن نعرف هذا ماذا اسمه. متابعة تامة، متابعة لأول السند لمن عليه المدار، هذا يسمى من عليه المدار. محمد بن سلمة كان هو من عليه المدار أولا في ظهر الأمر، لأن بعد ذلك ستجد مثلا كله يروي عن محمد بن سلمة. لو تفرد به، لو كان تفرد به، كنت ستجد أي محدث يحدث عن محمد بن سلمة لا يستطيع الوصول بهذا الإسناد إلى هذا المتن إلا عن طريقي، فيكون هو المدار. ونحن فتشنا، لا وجدنا متابعا. خلاص؟ طيب، يبقى هذه المتابعة التامة هو قال في المتابعة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد كما هنا، كما وجدنا معمر وسفيان يرويان، أن يروي عن أيوب غير حماد. وفي المثال من الذي رواه؟ معمر وسفيان بن عيينة. وهي يعني لو وجدت كما وجدنا نحن هذا، هي المتابعة التامة يعني. لكن قلنا إيه بشرط أن يستمر الإسناد كله بما فيه الصحابي ويكون على نفس المتن، لكن لا شرط أن يكون بنفس الألفاظ، هو نفس المتن. لكن من اشترى مصرا بالخيار، من اشترى محفلة بالخيار، أو من اشترى مصراة فهو بالخيار، يمكن. خلاص؟ ليس كالقرآن. المهم أن تفهم أنت كفقيه أن المتن هو واحد. خلاص؟ تابعا ايوه كما قال في اول امر، ولذلك في الشرح يقول ظنا، يعني نحن كنا في شك، انت يغلب عليك
يعني يغلب عندك هذا الحديث لا 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 أعلمه، فتخاف أن يكون هناك تفرق فتبحث. آه نعم أيوة، فهذا في أول أمر فقط في ابتداء. طيب إذن حماد بن سلمة توبع في روايته عن أيوب، وقلنا هذه تسمى متابعة تامة. طيب أحيانا لا نجد من يتابع حماد بن سلمة عن أيوب، ولكن نجد أسانيد أخرى ذكرت الحديث من طريق هنا من طريق محمد بن سيرين، لكن ليس من طريق أيوب، من طريق آخر، وسنذكر الآن الأمثلة يعني. خلاص هنا حماد بن سلمة توبع عن أيوب، بعد ذلك سنذكر مثالا المتابعة أتت من هنا، لا توجد متابعة عن أيوب، المتابعة كانت من غير طريق أيوب لكن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذه ستسمى بالمتابعة الإيه؟ القاصرة، يعني التامة تكون من هنا، لكن لو توبع هنا أو هنا حتى، يعني لو وجدت متابعة من غير أيوب عن محمد بن سيرين قاصرة. طب إن لم نجد تابعي لم نجد رواية عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، لا وجدنا رواية أخرى عن تابعي آخر لكن عن نفس الصحابي، تكون أيضا متابعة قاصرة، لكن متابعة قاصرة كلما تقترب من الذي عليه المدار أصلا تكون أقوى، كلما ابتعدت تكون متابعة لكن قاصرة. فهمنا؟ فالآن سنمسح السبورة، سنذكر مثالا آخر. نعم؟ آه ممكن تأتي المتابعة عن أيوب، مثلا سألنا عن معمر وسفيان بن عيينة تابعوا حماد بن سلمة عن أيوب، يعني متابعة أخرى ممكن تكون محمد بن سيرين أيضا أقوى إلى متابعة. آه نعم، لكن نحن نهتم هنا بهذا، هذا أولا، هذا أولا يعني هذا. ماذا نسميها لو نبحث عن يعني تابعين اثنين لهم متابعة؟ يعني أيوب إلى متابعة ومحمد بن سيرين إلى متابعة، سيكون له متابعات تامة وقاصرة. لكن المهم أن تنص على المتابعة التامة ثم بعد ذلك تقول ما تشاء، فهذا هو أهم شيء. السؤال الثاني يا شيخ، كيف نستطيع نحدد المتابعة؟ شو نعرف محمد بن سلمة هو متابعة؟ لو وجدت، يعني قلنا هذا في بدء الأمر، طبعا في بدء الأمر لو وجدت أي إسناد كله يأتي يروي عن حماد، يعني مثلا خمسة، قلنا خمسة كلهم يروون عن حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين، فهذا يكون عليه مدار الحديث. ونحن ذكرنا قبل ذلك عندك أمثلة سابقة، عندك أمثلة سابقة كتبتها؟ المسروق مثلا، كتبت مثال المسروق، حديث المسروق كان عن ابن مسعود والراوي عنه كان الأسود بن يزيد والراوي عنه إبراهيم بن يزيد النخعي. ها في المقلوب أو ماشي، أنا واضح. طيب كنت في المدرج والمضطرب في ترك الوضوء من القبلة، من القبلة
حديث عائشة عن عروة المزني وعن عروة وعن عروة بن زبير، هذا كان قديما. عندك كتب؟ طيب انظر إلى الأعمش سليمان بن مهران في السند، سند ترك الوضوء من القبل، ها كثيرون. طيب طب بعد الدرس تعالى سأريك. طيب الآن سننتقل إلى متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، وطبعا هذا سيكون كما هو صح، ونأتي بمتابعات لغير أيوة. ماشي. الصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. طبعا هذا يجعلك يعني تعرف أهمية أهمية إيه؟ أهمية السند، يعني نتوصل إلى هذه الأمثلة بالاعتبار صح؟ بالاعتبار، والاعتبار هو تتبع الطرق. وكيف نتبع الطرق؟ عن طريق التخريج، تخريج الحديث، خرج الأحاديث هذا المتن عن أبي هريرة، ثم ننظر إلى الأسانيد، أين الإسناد الذي فيه حماد بن سلمة وأيوب وابن سيرين. يبين لك أهمية التخريج، كيفية التخريج، لأنك إن لم تعرف تخرج الحديث فلن تستطيع الوصول إلى الشواهد والمتابعات، لا يمكن صح؟ هذا مثال إذا ثوب بالصلاة المشي. يعني خرجنا الحديث لكن لم نجد أحدا يروي هذا المتن عن أيوب، لكن وجدنا متابعات لأيوب مثل هشام بن حسان وعوف الأعرابي يروون عن محمد بن سيرين. فالمتابعة هنا من أين؟ من محمد بن سيرين، ليست عن أيوب صحيح؟ فهذه متابعة إيه؟ تامة ولا قاصرة؟ قاصرة. عرفنا. وقلنا كلما تكون أقرب تكون أفضل وأقوى.
لا لا، عن ابن سيرين. ترس لأي متابع؟ لأيوب. يعني هشام من طبقة أيوب، وإسماعيل بن علي، ومحمد بن جعفر من طبقة حماد بن سلمة، طبقة عن طبقة. فهنا الراوي أو المتابعة وجدت عن محمد بن سيرين. سهل صح؟ إن شاء الله. يعني هذا الدرس بهذه الطريقة يسهل، لكن لو قرأته هكذا يعني لا يفهم جيدا، وإن فهمته تنساه. ثم هذه الطريقة يعني حتى أنت تفعلها في تخريجك الأحاديث بعد ذلك، تفعل هكذا وتنظر أين المتابعات وأين الشواهد وهكذا. كتبتم ولا لسه؟ خلي الكاميرا على السبورة أحسن. عشان أعرف أشرب أنا. لا لا، إن كان هناك متابع، لو فرضنا هناك متابع لابد هو يكتب ربما. لكن انا اعرف اشرب كذا. انتهينا، اقتربنا من الانتهاء.
الآتي يعني سيكون التقاء في الصحابي. لم نجد متابعات لحمد عن أيوب ولا عن أيوب ولا لأيوب عن محمد بن سيرين ولا لا في عن بن سيرين فقط بقى صار. حاول يعني بنفسك أين المتابعة؟ شفت المتابعة على الصحابة يعني من التابعي اللي هو عبد الرحمن بن يعقوب هو متابع لابن سيرين، لكن لا يوجد من روى عن محمد بن سيرين. يعني أيوب لم يتاب، وابن سلمة طبعا هو أيضا لم يتاب، فالمتابعة كانت في أعلى السند. المتابعة هنا كانت لمحمد بن سيرين، فهذه أيضا تسمى متابعة قاصرة، لأنهم لم يصنفوا القاصرة إلى ألف وباء وجه، وكلها تم أو قاصرة فقط. لكن طبعا كلما تكون القاصرة أقرب إلى حماد تكون أفضل أقوى. هو طبعا الحديث مختصر، احنا لم نقصد كتب المتن كاملا يعني. لا اقصد انه مكان فهو يعني في متن اخر كان. ايوه طبعا، وهذا الذي كنا نقول عليه، نقول انه لا يشترط نفس الالفاظ. فانت ضربت الان مثالا لذلك، فهو منافق ك
كان منافقا خالصا. يعني ما تغير اللفظ التغير لكن معنى. أيوة طبعا واضح صح. لكن إذا تغير شيء في المعنى لا يكون نفس الحديث طبعا. لا يكون هذا الحديث مطلقا طبعا. طيب يبقى الآن رأينا المتابعة التامة ورأينا المتابعة القاصرة وهي عدة مستويات صحيح؟ طيب يبقى إذن لم نجد متابعات لا من حماد ولا في طبقة أيوب ولا من ابن سيرين ولا شيء. لا توجد متابعات لا تامة ولا قاصرة فيكون تفرد. حينئذ نحكم على الإسناد بالتفرد صحيح؟ وبعد ذلك إن كان هناك تفرد بماذا ستحكم عليه؟ تنظر في الراوي هل يحتمل التفرد أو لا. الكلام والشاذ في الشاذ والمنكر يأتي عند التفرد. الكلام في الشاذ والمنكر يأتي. هل تقبل إسناد مطلقا كان حسنا مثلا تقول هذا صحيح محمد بن سلمة تفرد به لكن هو إسناد حسن أو إسناد صحيح وإن لم يكن هناك مخالفة بماذا ستحكم عليه؟ فالآن سنذكر تفردات سيكون الأمر سهلا يعني لا يكون هناك تغيير إلا في المتون فقط. المتن يقرأ الرجل أمامه يوم القيامة فقط هذا. يلقى الرجل أباه يوم القيامة صحيح. طيب هذا أخرجه الطبراني والحاكم والبزار. بزار قال في مسنده لا نعلم رواه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. فهذا مثال للتفرد. نبحث عن المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. إن لم نجد لا متابعة تامة ولا قاصرة يكون يحكم على الإسناد بالتفرد. ثم يأتي مذهبك في مسألة التفرد هذا تحكم على السند مطلقا بظاهره أقول مثلا هذا إسناد صحيح أو حسن أو جيد أو ستفصل وتقول لا بعض الرواة هو مقبول الرواية لكن لا يتحمل تفرده ويأتي المذهب الذي استقر عليه رأيك هناك ستأتي به هنا
لكن نحن هنا فقط نقول هذا يسمى التفرد. ماذا بعد التفرد؟ بعد التفرد يقول هذا السند شاذا، عندما يطلق التفردات يطلق عليها الشاب. عرفنا مثال للتفرد أو نفس السند لكن لا يوجد له متابعات لا في أوله ولا في آخره. هنا واضح؟ ها؟ واضح هذا المثال؟ سهل، هو تفرد، يعني بحثنا فلم نجد أي متابعة لا في الصحابي ولا في التابعي ولا في تابع التابعي إلى آخره، فحينئذ نحكم على هذا الإسناد بتفرد. بعد ذلك يأتي مذهبك الذي ذكرناه في الشاذ والمنكر. الشاذ والمنكر في صاد 16 قديما، وذكرنا ماذا قال المصنف في المقنع، ولو نظرت أنت في رقم 14 في المنكر ماذا قال في المنكر؟ قال هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، لم يذكر كما يذكر حافظ ابن حجر أنه الضعيف الذي يخالف الثقة، صح؟ هنا قال هذا، وهذا هو رأي بعض المحدثين. المنكر هو متفرد به واحد غير متقن ولا مشهور، هنا تفرد به، صحيح؟ تفرد به. ثم تنظر أنت في حماد بن سلم ما هي ترجمته، وبناء عليه سيقول يقبل تفرده، يعني حماد بن سلمة من الحفظ بما يؤهله من تحمل مثل هذه التفردات أو لا، لكن نحن نتكلم عموما بغض النظر عن حماد بن سلمة أو غيره. يعني لو كان هناك إسناد تفرد هكذا يعني ننظر فيه، هل إن حكم عليه بالصحة هل يقبل؟ طب وإن حكم عليه بالحسن هل يقبل أم ينظر إلى تفرد، إلى تفرد الراوي؟ بعض الحفاظ ينظر إلى تفرد الراوي، هل هذا الراوي يقبل تفرده أو لا، يحتمل تفرده أو لا، هل هو حافظ مشهور بالطلب؟ ولذلك قال في المنكر عندك هنا في رقم 14 ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، يعني وإن كان سنقول على الإسناد مثلا إسناده حسن أو لا بأس به، عرفنا؟ وهذا مذهب آخر، لكن هنا ما يهمنا أن هذا نسميه التفرد. ثم بعد أن نحكم عليه بالتفرد يأتي ما يذكر في الشاذ والمنكر. ماذا قررت هناك؟ ما هو مذهبك؟ لكن نحن الآن ندرس، ندرس مذهب مدرسة ابن حجر، ندرس غير ابن حجر، ندرس الذهبي، ما زلنا في مرحلة التجميع، عرفنا؟ لا نتسرع.
لكن فقط نعرف أن هناك من يقول المنكر كذا وأنا أعرف من يقول المنكر كذا. كما تدرس أنت مسألة فقهية ويقول أنه مثلا فيها وجهان، فيها وجهان، الآن نحن نحفظ فيها وجهان ونسمع، بعد ذلك ربما يفتح الله عليك في العلم وترجح أنت على الأقل في بعض المسائل، صحيح؟ صح؟ لكن في مرحلة الطلب ما زلنا نعرف أن هذا انفراد، بعد ذلك ينظر في حال محمد بن سلمة هل يقبل تفرده أو لا يقبل، وهكذا، وبناء عليه ستحكم على هذا السنة. لكن ظهر الإسناد جيد طبعا، صحيح؟ لكن نحن يعني نشير إلى أصل المسألة. سنأخذ مثالا آخر في مسألة التفرد لأن فيه فائدة، فيه فائدة. الأمر سهل طبعا، وهنا كنت أحمل حبيبك أمر المال هنا تخرج وراه ورفع سنأخذ مثالا آخر لتفرد، ولكن هذه المرة في من جامع الترمذي، سنذكر كلام الترمذي وكلام السيوطي ويكون فيه فائدة إن شاء الله جديدة لنا. هذا المثال حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون ما بغيضك يوما ما، يعني لا تؤمل في من تحبه كثيرا، يعني لأنه ممكن غدا يحدث منه شيء، أنت تصاحب إنسان فتحبه حبا شديدا، لا يعني تمهل، لأنه ممكن أن يكون غدا أو عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لأن الناس بشر بشر، أنت تصاحب الصديق ولا بد هذا يعني أن تأخذ حكمة في حياتك، يعني مهما كان إنسان أنت تحبه جدا، صديق، أخوك، أبوك، أمك، أي إنسان هو بشر، فلا بد أن يقصر معك في مسألة ما، صح؟ فحينئذ ليس لك إلا من إلا الله فقط، يعني هذا تستفيدها إيمانيا، يعني إيمانيا ليس لك إلا الله، واجتماعيا يعني لابد أن لا تبالغ في الحب، حتى لا تصدم، حتى لا تصدم، يعني تقول نعم، حتى مع الزوجة اذهب إلى المحاكم وتتعلم، يعني كل من ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق أو تطلب الخلع، انظر في يوم العرس كانت مسرورة جدا، وأنت كذلك، وتظن أنه يعني لم يصل إلى درجة هذا الحب أحد من الأولين ولا الآخرين، ثم بعد ذلك يتبين لك، يعني هكذا الإنسان، هكذا الإنسان، إنسان ضعيف وتقلب، ثم هو هلوع، يعني إذا رأى منها شيئا ولو بسيطا يعني يحزن أو يغضب، وهي كذلك، لكن لابد أن تعامل الناس بشر،
أنت تعامل نوع ما هو بشر ستريح نفسك، لأنه بشر إذن لابد أن يخطئ ويتعمد الخطأ أو يخطئ بدون تعمد وهكذا، فستستريح. زوجتي أخطأت في حقي، أنا كنت أعلم ذلك، أين طلبة العلم وأين عقلك الذي تقول إنه عقل ذكي جدا يعني. هكذا. وأنت أيضا تخطئ في حق الآخرين، يعني لماذا هي تخطئ وأنت لا تخطئ؟ أنت أيضا تخطئ وهكذا، أنت تخطئ في حق الله، فلماذا تؤاخذها بما أخطأت في حقك؟ صح؟ الإنسان يخطئ في حق الله أو يقصر، يعني حتى إن لم يذنب يقصر، يعني هل هو يواظب على الصلوات ويواظب على القيام والأذكار وطلب العلم وكذا وكذا؟ أحيانا ما شاء الله تجد نشيطا جدا للعبادة، أحيانا يتكاسل وأحيانا يكون بينه وهكذا. فكذلك هي إن تعاملت معك كما تتعامل أنت مع الله فلماذا تغضب؟ من أعظم، أنت أم الله؟ خلاص، طالما تقصر في حق الإله العظيم لماذا هي تؤاخذ بما قصرت في حق الإنسان غير العظيم؟ مش هقول حقير يعني، بلاش، خلينا في غير العظيم. فلماذا تغضب إذا؟ نقلبها وعظ. لكن يعني هذا الأمر أتى، قدره الله أن تسمعه. طيب، أحبب حبيبك ونما، هذا حتى يحدث حتى بالمشايخ. يعني كنا نسمع قديما مثلا بعض العلماء يقولون كانوا يعملان على طاولة واحدة، طاولة كبيرة، أنا أجلس هنا وأنت تجلس هنا ونعمل معا في كتاب واحد نحققه وهكذا، ثم بعد ذلك يعني ينقلب الحال وأنا أكتب في المقدمة أشد عليك أو أسبه وأنت كذلك. سبحان الله، وأنت تتعجب يعني كيف يفعل الشيخ فلان والشيخ فلان، هذا كان يعملان معا، هم من العلماء. ثم تدور الأيام فتجد نفسك أيضا أنت تبغض من كان يعمل معك في نفس المكان دنيا. لكن الإنسان يعني إن غاضب يعني تمسك لسانك، يعني لا تطلق لسانك، اسكت اكتب، والغضب الشديد هذا بعد فترة سيزول. وإن لقيت من يعني كنت أبغضه مثلا أو حدث بينك وبينه شيء بعد ذلك يزول، وتكون ذكريات إذا قابلته يعني تصفحه وتضحك معه، وتكون هذه مجرد ذكريات. يعني الإنسان يعني إن غاضب لا يتصرف، لا يتكلم، يسكت أحسن. طيب شوف هذا الحديث، فقط هنا زاد أراه ورفعه، أراه بالضم يعني أظن، أراه يعني أعتقد، لكن أراه يعني في شك، كما نقول نشك يعني، أراه أراه. وهذه تأتي من السياق، يعني أنت أحيانا تجده في الحديث أو في كلام العلماء أراه، فتقرأ السياق، تقرأ الجملة، إن رأيت أن العالم يتشكك في الأمر تضبطها إيه؟ أراه. إن وجدت إن العالم تشكك في سواء في الفقه أو في أي شيء وأمامك ألف عليها همزة، تقرأها أو تضبطها بقلمك أراه، يعني أنا أظن. عرفنا؟ فهنا يقول أراه رفعه، يعني لا أتذكر هل رفعه أو لا، يعني هل قال عن أبي هريرة موقوفا، سيكون المتن هكذا، عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أحبب حبيبك هونا ما، هكذا موقوف. إن كان مرفوعا سيقول عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا، فهو لا يتذكر الرفع أو لا، نسيت نصيره. فمن باب الأمانة أقول هكذا أراه رفعه، لكن ليس هذا هو المهم، لكن هذه يعني نتعلم وفائدة في الجملة. الفائدة هي التي يعني تتعلق بهذا الباب، ماذا قال الترمذي؟ الترمذي قال شيء غريب، طالما قال شيئا غريبا إذن هو سيقول حديث غريب.
قال غريب، والغريب أنه لم يقل حسن غريب. هذا الإسناد كما ترى جيد صحيح، لكن الغريب أنه لم يقل حسن غريب، لم يحسنه صح. طيب قال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، إذن الغرابة في كلام الترمذي أنه لم يقل حسن غريب، لم يحسنه. لماذا لم يحسنه؟ هل يرى أن الرفع وهم، أو أن هذا الإسناد يعني فيه خطأ؟ ما هو مسألة التفرد قلنا مرارا تجعلك في خطر، تفرد الرواية خاصة من هذه الطبقات يجعلك مثل الذي معه آلة أو يقود سيارة وهناك مصباح الأحمر أنار، تعرفون المصباح الأحمر أنار في السيارة، معناه في خلل، تخاف أنت، قد يكون شيء بسيط، خلل بسيط جدا، وقد يكون خلل كبير جدا صح؟ وجود الضوء الأحمر هذا قد يكون قلة البنزين مثلا، اقترب البنزين على النفاذ، شيء بسيط ممكن أذهب وأضع بنزين في السيارة وتسير مرة أخرى، لكن قد يكون هناك خلل. طيب غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، يبقى وجه الغرابة في كلام الترمذي أنه لم يحسنه. لماذا لم يحسنه؟ وهو وإن كان غريبا وفي تفرد إلا أن هذا الإسناد جيد. لو رجعنا لترجمة حماد أيوب محمد بن سيرين أبي هريرة ستجد نفسك تسمع هذه الأسماء كثيرا في المتون. على كل حال هو مجرد يعني وقفة. لكن الفائدة الثانية هي عندما ذكر السيوطي هذا الكلام في تدريب الراوي عقب عليه، ماذا قال؟ هو الترمذي يقول لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، من هذا الطريق يعني، من هذا الطريق، يبقى من هذا الطريق، من هذا الوجه، من هذا الإسناد كله بمعنى. السيوطي قال أي من وجه يثبت، هو الترمذي أطلق لا نعرفه إلا من هذا الوجه، الوجه فقط يأتي في أذاننا بهذا الإسناد، لكن السيوطي يقول لا، يعني يقصد من وجه يثبت، وجه ثابت يعني، وجه يكون إسناده مقبولا. طب من أين أتيت بهذا الكلام؟ لماذا تقيد كلام الترمذي؟ الترمذي أطلق لا نعرفه إلا من هذا الوجه مثلا، فقول أي من وجه يثبت، وإلا الواقع هو الذي جعلني أقيد كلام الترمذي، وإلا فقد رواه الحسن ابن دينار متابعة، والحسن متروك، تعرف متروك الحديث ضعيف جدا يعني. ثم قال لا يصلح للمتابعات. هنا فوائد كثيرة، يبقى أحيانا يطلق الإمام التفرد ويكون المقصود أنه تفرد من وجه يثبت، فإذا وجدت متابعات أخرى لا يكون هذا استدراك على الإمام، لأن الإمام كان يعلم، ولكن كان يقصد التفرد من وجه يثبت، وذلك قال هنا وإلا فقد رواه الحسن بن دينار، والحسن متروك لا يصلح للمتابعات، وهذه فائدة أخرى. ما هي؟ المتروك الحديث قال لا يصلح للمتابعات، يعني الذي يصلح للمتابعات من هو؟ يعني الذي يكون فيه ضعف، ضعيف فيه لين، إسناد مثلا فيه مدلس لم يصرح بالتحديث، حديث مرسل، حديث فيه مختلط،
والراوي عنه قد روى عنه بعد الاختلاط، لكن المتروك يعني في نص السيوطي أنه لا يصلح للمتابعات، وهذه فائدة أخرى. عرفناها؟ إلى هنا يعني أظن استوعبنا كثيرا من مسألة الاعتبار والشاهد والمتابعة، صحيح؟ أيوة، الشاهد سهل، أن يأتي إسناد، أن يأتي متن في الحديث من صحابي آخر، وهذا تراه في السنن يكون تاليا له. في رياض الصالحين مثلا تجد نفس المتن مثلا عن أبي هريرة تجده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أو الذي يقول الترمذي وفي الباب فلان وفلان وفلان، هذه شواهد. عرفنا؟ لما الترمذي يأتي بحديث ويقول وفي الباب عن ابن عباس وعائشة، معناه هناك حديث عن ابن عباس يشهد لهذا المعنى، وهناك حديث عن عائشة يشهد لهذا المعنى، هذا معنى كلام الترمذي وفي الباب كذا وكذا. عرفنا؟ واضح لغير واضح؟ يعني لو قال هنا مثلا عن أبي هريرة كذا كذا، ثم قال وفي الباب عن علي وابن عباس مثلا، معناه أن هذا المتن بمعناه أو يشهد لمعناه حديث عن علي من رواية علي وحديث آخر من رواية ابن عباس، هذا هو الشاهد، شاهد سهل جدا. ستجد نفس المعنى ولكن عن صحابي آخر. إذن الشاهد يكون عن صحابي آخر. ثم بعد ذلك طبعا كالعادة أن بعض العلماء قد يطلق الشاهد على المتابعة ويطلق المتابعة على الشاهد، صح؟ يعني يكون حديث مثلا من رواية ابن عباس ويقول ولا متابع عن ابن عباس، فأنت تقول لا أنا درست أن التابع له معنى والشاهد لا، يكون هذا من غير المشهور. عرفنا؟ فإذا بعض العلماء قد يطلق المتابعة على الشواهد وقد يطلق الشواهد على المتابعات، لا يضر، مثل أي شيء نقوله دائما في المصطلح خاصة في المتقدمين طبعا، بعد ذلك إذا استقر المصطلح فنحن نتعامل به، لكن قبل ذلك كل إنسان يعبر عما يكون في المصطلح بأسلوبه وبثقافته وبإعادة قومه. يعني يا شيخ المتابعة ما تقتصر فقط في الإسلام، والشاهد يقتصر على المتن؟ ما درسته هو الذي استقر عليه المصطلح، لكن نحن نقول هناك من يقول بخلاف ذلك. يعني مثلا أنت تقول سمعت، من سمعته بمفردك من الشيخ، وسمعنا معك جماعة، لكن هل كلهم يلتزمون بهذا؟ لا، هناك من يقول عن أخبارنا سمعت. يقول هل بحسب ما استقر عليه المصطلح يكون العلاقة بين الشاهد والمتابع عموم وخصوص مطلق؟ مطلق ولا وجهي؟ هما يشتركان في التقوية، يشتركان في تقوية الحديث، لكن هذا يقوي بالصحابة وهذا يقوي بمتابعات في داخل السند، في هذا السند بعينه.
لكن الآخر يقويه لكن بصحابي آخر. فالمشترك بينهما هو التقوية، التقوية، لكن هذا ينفرد بتقوية في السند، وهذا ينفرد بتقوية في الصحابي، صحابي آخر. ذلك ماذا قال؟ وزيادة الثقات، صح؟ وزيادة زيادة الثقات والجمهور على قبولها. زيادة الثقات، هذه الزيادة يعني قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، يعني الدراسة الكبرى تكون على المتون، لأن في المتون يأتي كلام الفقهاء وكلام الأصوليين، هل نقبل هذه الزيادة أو لا؟ لأن أحيانا الزيادة تكون مؤثرة. هو الكلام المجمل فيها كما هنا يقول الجمهور على قبولها، في الشرح يقول منهم، يعني من الراوي أو من غيره، لأن أحيانا الراوي هو الذي يزيد، يعني أنا أحدثك حديثا وفي الأسبوع القادم أروي لك نفس الحديث لكن هناك كلمة زائدة على المرة السابقة، فتكون الزيادة مني من راوي واحد، من راوي واحد. وأحيانا تكون الزيادة من راويين، يعني أنا أروي مثلا عن شيخ أحمد فأروي لك حديثا عن الشيخ أحمد ثم تذهب أنت تسمعه من غيري عن الشيخ أحمد فيقول لك نفس الرواية نفس الإسناد ونفس المتن لكن في زيادة كلمة في المتن، فأنت الآن عندك إسنادان وأصله إسناد واحد لكن هذا ذكر كلمة لم يذكرها الآخر، صح؟ وأحيانا تأتي من الراوي الواحد كما مثلت لك أولا، أنا نفسي رويت لك حديثا بإسناد ومتن ثم في الأسبوع التالي رويت لك نفس الإسناد ونفس المتن لكن زدت كلمة فيه، عرفنا؟ فهذه الزيادة مني من راوي واحد، وأحيانا قد تكون من راويين فأكثر، صحيح؟ فهذه الكلمة التي جاءت زيادة أحيانا تكون مخالفة وأحيانا لا تكون مخالفة وأحيانا تكون مقيدة، فهل المخالفة هي مطلق المخالفة ولا أحيانا يتغير الحكم الشرعي بوجود هذه الكلمة مثل المطلق والمقيد؟ مثلا مثل القرآن، يعني لما نقول فتحرير رقبة، تحرير رقبة ماذا يعني؟ معنى الذي عليه هذه الكفارة يعتق أي رقبة مسلمة أو كافرة، صحيح؟ لكن لما نقول فتحرير رقبات مؤمنة، إذا تعين في الرقبة وصف الإيمان، فإن كان عليك هذه الكفارة وأعتقت رقبة غير مؤمنة كأنك لم تفعل شيء، لأن النص يقول تمام، النص يقول فتحرير رقبات مؤمنة. فأحيانا يأتي في الأحاديث هكذا،
لفظ مطلق ولفظ مقيد. ولذلك طبعا تجد العلماء أو تجد الفقهاء يختلفون، الذي يأخذ بهذا القيد سيكون له كلام وحكم في المسألة، والذي لا يأخذ ويأخذ بالرواية الأخرى سيطلق. ومثاله في مسألة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى كل الأرض تصلي فيها يجوز، وأيضا تتطهر فيها بها لو التيمم. كل الأرض تراب رمل صحراء أي شيء، هذا المطلق. لكن لو قلنا وترابها طهور مثل ما عند الشافعية، يبقى التراب الزرع فقط هو الذي يتيمم به، ومن تيمم بغير هذا التراب بالصعيد الطيب فلا تيمم له، لا يعتد به. عرفنا؟ فهنا يحدث الاختلاف، هذه تفرد بها فلان، هكذا يقول محدثون. طب إن لم نأخذ بها لأنه تفرد، تفرد معنى تفرد أن الجماعة أو الأكثر خالفوه فلم يذكروه، فهل ننظر إلى هذه اللفظة الزائدة من راو واحد خالف المجموع بأنها شاذة، أو ننظر إليها على أنها زيادة ثقة؟ هذه هي زيادة ثقة، يعني بشرط أن يكون الذي أتى بها ثقة طبعا، لأن لو أتى بها ضعيف هو سواء شذ بها أو أتى بها مفردا هي مردودة لضعف، فالكلام ليس في الضعفاء، لكن نقول يأتي بها ثقة ولكن المجموع لم يذكره، وأنت تقول نقبلها. لماذا تقول؟ لأن الإسناد صحيح أو الإسناد حسن، فلو كان هذا الراوي لو انفرد بحديث لقبلناه، فهو هنا لم ينفرد بحديث، هو انفرد بكلمة، يعني تقبل منه انفراده بحديث ولا تقبل منه انفراده بكلمة؟ لكن حين انفرد بالحديث يعني لم يخالف، صحيح؟ لكن هنا لما المجموع يرون الحديث بدون هذه اللفظة وهذا ينفرد، فإذا ما ظنت أنه أخطأ فيه، ما ظنت أنه أخطأ فيه. فالفقهاء والأصوليون دائما والظاهرية مثل ابن حزم ينظرون إليها رواية ثقة، ينظر إلى ظاهر الإسناد، انفرد بها فلان وماله فلان هذا ما ترجمته ثقة خلاص إذن يقبلونه. المحدثون لا، قد يتبين لهم أن هذه الزيادة وهم من قائل، وإن كان إسنادها صحيحا نعم، وإن كان إسنادها حسنا نعم، لكن في الأغلب هم يعني يأخذون بمذهب الفقهاء. لذلك يقولون مثلا زاد أبو داود مثلا في رواية ويأتون بكلمة وإسنادها حسن، فأنت تقول نعم إسنادها حسن. زاد أبو داود في رواية أو زاد النسائي في رواية وتأتي بكلمة إسنادها حسن، فتقبل التحسين، تقبل هذه الزيادة. لماذا؟ إسنادها حسن، لكن لا تنظر إلى مسألة المخالفة. لو نظرت فقط إلى مسألة الثقة والصدوق وهكذا تقبلها كما يفعل الفقهاء، لكن لو نظرت أن هذا خالف، لأن هؤلاء الجمع يرون هذه الكلمة أو هذا الحديث بدون هذه الكلمة، لماذا يتفق هؤلاء جميعا على ترك هذه الكلمة وتأتي أنت بها؟ صحيح؟ طبعا قد تأتي تفاصيل هي في واقع الأمر يعني لا نستطيع أن نطبقها، يعني يقولون إذا نرجع إذا تعدد المجلس، مجلس الراوي الشيخ يعني المحدث، إذا تعدد الشيخ فممكن أن يكون مرة قالها كذا مرة قالها كذا، وإن اتحد المجلس فلا
لكن هل أنت هكذا يعني حاول أن تفكر، هل قابلك مسألة في حديث ما تعدد المجلس؟ لا، فهذه مسألة يعني نظرية، نظرية بحتة. حتى لو وجدنا لها مثال، نحن عندنا آلاف الأحاديث، فلو أتيت لي بمثال أو مثالين يعني لا يؤثران في هذه الكمية الكبيرة يعني. لكنه ماذا، طالما نظرية الاحتمالات تأتي، عرفنا. لكن هكذا دائما يذكرون في الكتب في المصطلح، ومن يأتي يشرح ينقل، ومن يأتي يختصر هو أيضا ينقل، وهكذا. لكن هو في النكت، وقد يعني أنا لم أنقل ما في النكت، اكتفيت بما ذكره محقق التوضيح. دائما نقول الفائدة التي تأتي في الكلام في المصطلح تأتي من الممارس الذي يمارس الحديث، تخريج الأحاديث والحكم على الرواة وهكذا، مثل ابن حجر، مثل الذهبي. بخلاف أنت درست المصطلح وحفظت المصطلح جيدا، لكن لم تخرج هذه، لم تتعامل بهذه الطرق، فلا تكون عندك الحس، تكون مدرسا فقط، تأتي الكتب المصطلح وتنقل. الآن عندي مثلا زيادة الثقة، تذهب إلى الكتب، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، وتقول مثل ما هنا، تقول الجمهور على قبولها، وتدرس للطلبة الجمهور على قبولها، والطلبة يخرجون من عندك الجمهور على قبولها، فإذا أتت عبارة قال الجمهور على قبولها، لكن لا يقول حتى لو الجمهور على قبولها، يا جمهور من أولا؟ يعني هل الجمهور المحدثين ولا الجمهور العلماء؟ فدخل معه الأصوليون والفقهاء، فهمنا؟ يعني أنتم الآن مثلا لو قلنا معظمكم من ماليزيا، فلو تكلمنا عن الجمهور إذن أتكلم عن الجمهور، لكن لو فتحنا الباب للمصريين قد يكون أعدادهم أكثر. يعني لو فرضنا مثلا الآن 100 مصري دخل هنا وعملنا استفتاء، متى يبدأ الدرس؟ 5:30 أو 6:30؟ هم أعدادهم أكثر، فهمت؟ فجمهور أهل ماليزيا لا يوجد الآن، يضيع مع غيرهم. فالآن حين نقول جمهور الفقهاء، جمهور العلماء، نعم، لكن جمهور نحن، جمهور المحدثين، جمهور الأصوليين، جمهور الفقهاء، لكن لما نأخذهم جميعا في دائرة واحدة يختلط الأمر. فالآن أنا سأقرأ لك ما قاله ابن حجر في النكت، يعني حتى تنتبه. لكن أنت مطالب كدراسة بما قاله هذا، لكن هذا لك، يعني هذا لك، والأمر هين. يعني شوف ابن حجر ماذا قال. شوف يقول: واشتهر، يعني هذا كلام في نزهة النظر، وأيضا يقوله في النكت طبعا على ابن الصلاح: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. إلى هنا واضح. ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين، هذا الكلام لا يتأتى على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. يعني يريد أن يقول الذي انفرد بهذه الكلمة الآن خالف من هو أوثق منه، كلهم وقفوا عند هذا الحد إلا هذا زاد. عرفنا معنى الكلام؟ أقول مرة أخرى: ولا تأتى ذلك، اللي هو قبول الزيادة مطلقا، قبول الزيادة مطلقا هذه لا تقبل عند المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. لا، لأن هنا سيكون هذه الزيادة فيها مخالفة. والعجب ممن أغفل ذلك
منهم مع اعترافي باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. أنتم تشترطون عدم الشذوذ، فكيف تقبلون زيادة الثقة مع مخالفته؟ صحيح؟ لو انفرد لا توجد مخالفة، الذي يشترط المخالفة لا يكون الحديث شاذ. لكن مسألة المخالفة هنا تنطبق عليه. طيب، هذا يفسر أو يمهد ثم سينقل عن المحدثين. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين يعني مذاهبهم، الآن سيتكلم عن مذاهب المحدثين فقط بدون الأصوليين، كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. ما هو المنقول؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. اعتبار الترجيح يعني يجمعون الطرق كما نفعل نحن ويقارنون بالعدد وبالصفة، وقد يرجحون أحيانا هذه الزيادة يعني، وقد يرجحون عدم الزيادة. إذن حين المخالفة أو حين الزيادة نفعل بالطرق كما نفعل على السبورة الآن، ونقارن بين من أتى بالزيادة ومن خالف، وننظر أيضا في كلام أهل العلم، يقولون لا هذا تفرد به فلان تفرد به فلان، كما كنا منذ قليل نتساءل لماذا قال الترمذي غريب ولم يقل حسن غريب. صح؟ يعني لا تمر عليك مرور الكرام، لابد أن تقف عنده، لماذا قال غريب؟ إذن هو يتوجس، لأن الإسناد صحيح أن الإسناد مثلا ممكن أن يكون جيدا، لكن نحن نقول الثقة يهم، الثقة يهم أحيانا. صحيح؟ طيب، لو أنا عندي 100 حديث للثقة، 100 حديث، هل سأحكم على جميع 100 حديث بأنه أحاديث صحيحة؟ طب أين الوهم إذن؟ أين الوهم؟ إذن إن كان عندي السند صحيح هو صحيح، لكن أنظر قد يكون هناك خطأ، قد يكون هناك خطأ. عرفنا؟ إنسان مثلا صدوق فهو حديثه حسن، لكن قد يتبين خلاف ذلك، أنه وهم في هذا الحديث، أخطأ في هذا الحديث، فأنت تقول كيف نقول هذا الحديث مثلا ضعيف وهو حسن، أو أنت حسنت هذا الإسناد لهذا الإسناد بعينه منذ قليل، نعم هو حسن، لكن تبين أن الراوي الصدوق في هذا الحديث بعينه أخطأ، الثقة في هذا الحديث بعينه أخطأ. صح؟ هل أقول صحيح وأتمسك بأنه صحيح؟ لا، حتى الكبار يقعون في أوهام، أخطأ في فلان أخطأ في فلان، لا بأس. لكن هذا الذي يتكلم في هذه المسائل طبعا أئمة الشأن، أئمة الحديث، ثم بعد ذلك أنا أتدرب شيئا فشيئا. اعتبار الترجيح، عرفنا الترجيح يعني لو وجدنا كلمة فيها زيادة، مثلا حماد بن سلمة مثلا زاد هذه الكلمة، أكتب هذا الإسناد هكذا. ومن الذي خالف حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فلم يذكر هذه الكلمة الزائدة، أكتبها في مقابل كما كنا نفعل، فلان وفلان وفلان وفلان. إذن الآن أقارن بين حماد بن سلمة والكفة الأخرى من الميزان، هذه واحد. ثانيا لابد أن أرجع إلى أقوال أهل الجرح والتعديل، لأن أحيانا مثلا في العلل يقول أبو حاتم لا وهم حماد في هذا، فحماد ينفرد، هناك من يخالفه وهم أكثر منه، مع وجود كلام لمثل أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وأحمد وابن معين يجعلني أميل إلى أن هذه الكلمة وهم من حماد. عرفنا؟ فهذه مهمة. لكن عموما يعني هو إيه يكفي في كدراسة حالية يعني أن تقول ما سمعته، لكن هذه لك
يعني إن شاء الله تستخدمها فيما بعد، وخاصة ابن حجر هو القائل، يعني لست أنا لست أفعل كالعوام يقول الخطيب على المنبر قال كذا كذا وهو يقرأ له من كتاب القرطبي مثلا، لا أنت، أنا أقول القرطبي هو الذي قال كذا، خلاص. فهذا كلام ابن حجر في النزهة وفي النكت على ابن الصلاح، وهذه مسألة مهمة جدا وسنبني عليها طبعا الخلافات الفقهية، وحتى أنت تفهم، يعني مثلا كما ذكرنا وترابها طهور، ستفهم الآن لماذا يختلف الشافعية مع غيرهم، تجعلك تفهم لماذا ترابها طهور، وهذه في مسلم، رواية في مسلم صح، لكن أنا أفهم ربما لم يقبلوها، لماذا فيها تفرد بها فلان، على الأقل أكون أفهم الكلام الذي أمامي، الكلام الذي أقرأه، لأن هذا سيأتيك في الفقه، يعني حتى الإنسان أحيانا يقول ما لي أنا وهذه الدوشة، يعني أنا أطلب الفقه، الأصل أنني سأكون متخصصا في الفقه، وهذه الأحاديث يعني مجرد ثقافة، نعم، لكن حتى إن كنت متخصصا في الفقه ستقابلك هذه العبارات في الفقه، فستقف حائرا ولا تعلم من أين أتى الخلاف، قد تكون الموضوع أكبر من ذلك، وهناك أمور يعني قد تجدها مقبولة، ولكن حين تعلم هذه المعلومة يعني تتوقف فيها وتبحث، هناك أشياء كثيرة، مثلا تجد الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام مثلا يقول زاد أبو داود زاد مثلا، ويأتي بلفظة كان يعقد التسبيح بيده ثم يقول زاد أبو داود بيميني، كان يعقد التسبيح بيميني، إذن كلمة التسبيح بيميني يعني ممكن أن تكون من الزيادات، إذن قد تقبل وقد لا تقبل صح؟ حتى في هناك مثلا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، حتى كلمة يقولون مثلا إيه زاد النساء في رواية وكل ضلالة في النار، طب أنت ابحث بقى في وكل ضلالة في النار هذه مع مسألة التفردات هذه، هل هي ثابتة ولا هي من زيادة بعض الرواة، ولذلك الأكثر يقفون هنا ولا يأتون بالزيادة، وهكذا هناك أشياء كثيرة، يعني هذه مجرد أمثلة، مسألة البدعة ومسألة العقد التسبيح على اليمين، يعني كنا نقرأها مثلا في بلوغ المرام ونحوي مثلا ونقول صحيح اسنادها حسن، يعني لماذا يتوقف فيها، لماذا لا، إن عرفت ما ذكرنا هنا في مسألة التفردات لا قد تتوقف في أشياء كثيرة أو لا تعتمد عليها اعتمادا كثيرا، لا تعتبرها دليلا قويا صحيح، لأن على الأقل أن الخصم العلمي لك لا يقبله، وأنت الآن تعرف لماذا لا يقبله، ده على الأقل يعني. واضح هذا الأمر يعني لصعب. طيب أنا يعني سنقف هنا، إذن سنقف على المزيد في متصل الأسانيد لنحتاج يعني توضيح، وقد نقرأ مسألة زيادة الثقات هذه نقرأها مرة أخرى، لكن أظن أنها إجمالا يعني إن شاء الله تكون فهمت يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.